أزمة الثقة بين يريفان وموسكو تعود لتلقي بظلالها على تواجد حرس الحدود والقوات الروسية في أرمينيا، التي تطالب للمرة الثانية بسحبهم من 5 مناطق مختلفة إضافية. وحسب تصريحات الكرملين، وافق الرئيس الروسي على هذا الطلب، وأكد أن قواته ستبقى على حدود إيران وتركيا برغبة من أرمينيا. باشينيان هو داهية صراحة، لأن تمكن من إقناع روسيا والغرب في آن واحد بأنه لا غنى عنه. يعني للروس يوظف ورقته كأنه هو الرجل الوحيد الذي يستطيع الآن يسيطر على أرمينيا، وأيضا للغرب يقنية بأنه هو مصمم لإخراج روسيا من المنطقة، ولكن بوتيرة بطيئة جيدة. الاستجابة السريعة لمطالب أرمينيا تثير الشكوك في نوايا روسيا، فيما إذا كانت تحاول الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد التوترات التي شهدتها على خلفية إقليم أرتساخ، أم أنها استراتيجية جديدة تحمل غايات غير معلنة لموسكو. روسيا حتى لو تنسحب مؤقتا مثلا من أرمينيا، هذا لا يعني أنها هي لا تعزز مواقفها في دول الجوار. مثلا في أذربيجان الآن بدأت تلعب الدور الذي كانت تلعبه أرمينيا سابقا كحليفة رئيسية في لروسيا في جنوب القوقاز. أما الشيء الرئيسي وأيضا طبعا القاعدة الروسية، وهي ستذل في أرمينيا لفترة طويلة جدا. هذا الاتفاق يأتي بعد انسحاب حوالي 2000 جندي روسي من قوات حفظ السلام من منطقة أرتساخ وما حولها في سبتمبر الماضي، وذلك عقب سيطرة أذربيجان على الإقليم وتصريحات رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان أن سياسة ضمان أمن بلاده بالاعتماد على روسيا فقط كانت خطأ استراتيجيا يجب تصحيحه. مطالبة أرمينيا بسحب القوات الروسية من البلاد تأتي مع تغيب باشنيان عن فعاليات عيد النصر، رغم حضوره لقمة إقليمية في موسكو قبل يوم من الاحتفال، مما يشير إلى تأكيد انسجامه مع الموقف الغربي الذي قد يغضب روسيا عاجلا أم آجلا. مرام حمصي، اليوم، موسكو.